الاحتفالات ديال ذكرى المولد النبوي كنحاولوا نحتفلوا مع الدراري مع العائله. الصباح كنصاوبوا دوك الماكولات ديالنا، الوجبات ديالنا التقليديه، منها حلويات، منها بغرير، منها رغيفات، منها برا ديال اتاي ديال الصباح ديال العائله. وهذا فالاحتفال بعيد المولد النبوي هو ثالث الاعياد بالنسبه للمغاربه، على ما اعرف بالنسبه للدول العربيه الاخرى لا اعرفش. فكيجتمعوا في المساجد ليله العيد المولد النبوي تيذكر الاذكار الامداح النبويه ثم الصلاه. بالنسبه لليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، هذا يوم كبير بالنسبه لنا لانه في هذا النهار زاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للتحضيرات ديالنا في العائله، كنوجدوا الحلويات قبل يومين من العيد، وكنعيطوا على الاهل ديالنا، كنعرضوا عليهم، وفي الصباح كنوضوا بكري، كنلبسوا حوايج زوينين، وكنقادوا، كنمشطوا، وكنبقوا نتجمعوا مع لا فامي ديالنا. الدراري الصغار كنحاولوا ندير لهم لباس تقليدي، واخا ما بقيناش كنحافظوا على ديك العاده بزاف كما هذا، ولكن دابا حاليا كتحاول تشري لهم لبسه جديده في العيد. واخا كنشتاقوا لديك الايامات العيد ديال شحال هادي، ماشي بحال دابا. دابا تقريبا ولات العائله صغيره هي اللي كتحتفل، شحال هادي كانوا العائلات الكبار، كانت عائله كبيره، جد الجده الابناء العمه العمام الخوال، كانت كتشوف شي كيمشي للدار الكبيره. دابا ولينا كل واحد كيحتفل بوحديته، ما بقاتش ديك اللمه العائليه كما كانت شحال هادي. صافي، وكيجيو عندنا لا فامي، كيجيو عندنا الاهل، كنمشيو نزورو الجيران، ومن كيدوز هذا الشيء كنخرجوا انا وصحاباتي. ثم كاين في يوم العيد كاين تبادل الزيارات بين العائلات، وكيشريو الفاكهه اي الفواكه الجافه، كيديروا الكسكسو الدجاج البلدي، وكيتلاقاو في بعضياتهم. كاين هناك الناس اللي تيقول لك هذه الذكرى هي غير بدعه، انا كنجاوب تنقول بانها سنه حسنه، وكاين حديث يقول من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. الاحتفال بالمولد النبوي اشرف المرسلين وسيد البشريه، علاش ما نحتفلوش به وحنا كنحتفلوا غير بوليداتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.